هزيد من أحسن تشد منها. Thank you.
السلام عليكم. معظم العرب يفهم هذه القطعة فهم خاطئ، يعتقدون أنها لتمديد السيراميك، بل هي صنعت لأجل إخفاء عيوب السيراميك. أنا هنا لم أستعملها لتمديد السيراميك، بل استعملتها لعيوب في السيراميك. مثلا هذه السيراميكا أكبر من هذه، فهي ها هو الفراغ أصغر من هذا الفراغ، إذا ابتعدت لن تروا الفرق، لكن ها هو السبب. لو لم أستعملها لكان الفرق كبير هنا، أما هنا فأنا قسمت لها، تركت هنا جوج الميليم وهنا جوج الميليم. أما بالنسبة لتمدد السيراميك فهذا خاطئ تماما، أكثر من 40 سنة. هناك بعض السيراميك حاليا تقريبا أكثر من 50 سنة وهو موجود في منازل ولم يتشقق ولم ينقلع من مكانه، فلا أعلم من أين أتيتم بهذه الفكرة. والسلام عليكم.